بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمسة عشرة خصلة: الإسلام والثانية البلوغ والعقل والحرية والذكورية والعدالة وإلى آخره. هنا يتكلم على كتاب القضاء. وكتاب القضاء كتاب عظيم، يتكلمون فيه على شروط القاضي ومن يقوم بهذه المهمة الجليلة العظيمة، وما هي الأمور التي يقضي فيها، وكيفية القضاء، والآلية التي كانوا يتعاملون بها في هذا الزمان. والقضاء بالمد قضاء كقباء، وهو لغة إمضاء الشيء يعني تنفيذه أي إتقانه وإحكامه. والقضاء شرعا فصل الخصومة بين اثنين فأكثر بحكم الله تعالى. حصلت خصومة يعني منازعة بين اثنين على أمر من الأمور، أو بين ثلاثة على أمر من الأمور أو أكثر، وقضى وفصل القاضي فيها الخصومة بحكم الله تعالى، كان ذلك يسمى قضاء. طب لو فصل الحقوق النزاع بغير حكم الله لا يسمى قضاء. فالقضاء إنما يسمى بذلك إذا كان جاريا بحكم الله تبارك وتعالى، فإذا كان جاريا بحكم غير الله فإنه لا يسمى قضاء. ويذكرون في هذا الباب أيضا الشهادات، هذا الكتاب يذكرون الشهادات، والشهادات جمع شهادة، وهي إخبار عن شيء بلفظ خاص. خلي بالك في فرق ما بين الشهادة وما بين الإقرار. الشهادة إخبار بحق للغير على الغير، والإقرار إخبار بحق للغير على النفس، والدعوة إقرار بحق للنفس أو إخبار بحق للنفس على الغير. يبقى عندنا كم مصطلح؟ إقرار، شهادة، دعوة. والأصل في القضاء قبل الإجماع آيات متعددة، منها قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقلنا الحكم هو القضاء، ولابد أن يكون بما أنزل الله لا بغير ما أنزل الله. فاحكم بينهم بالقسط. طب إيه هو بقى القسط؟ القسط يعني بما أنزل الله، لأن ما أنزل الله سبحانه وتعالى هو العد وهو القسط. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، أخطأ يعني لم يصب ما عند الله تبارك وتعالى، فله أجر أي ثواب على يعني حكمه، لأنه بذل جهده ومجهوده في البحث والتأمل والنظر والوصول إلى الحكم. وإن أصاب أي أصاب في اجتهاده ما عند الله سبحانه وتعالى فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. أما الأجر الذي على اجتهاده فلأنه بذل الوسع، ولأنه تأمل ونظر وبحث وارتكب المشقة في الوصول إلى الحكم، فهو ثواب في مقابلة عمل. وأما الإصابة فإن أثيب عليها فبمحض فضل الله، لأنها ليست في مقابلة عمل، وإنما هي في مقابلة توفيق المولى تبارك وتعالى للمجتهد أن يصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى. وهناك رواية ذكرها علماؤنا أن من اجتهد فأصاب فله عشرة أجور. ولكن السؤال: هل
بينهما خلاف بين الرواية اللي بتقول بعشرة والرواية اللي بتقول باتنين، قالوا هذه الرواية يقال فيها ما قيل في يعني ثواب صلاة الجماعة، أن من صلى في جماعة يعني كان له أجر 27 وأجر 25. احتمال ان هما حالتين اخبر فيهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مرة اخبر باتنين ومرة اخبر بعشرة، او انه اخبر اولا باتنين ثم اخبره الله بالزيادة فاخبر به، او ان في بعض المجتهدين يصل اجرهم الى اجران وبعضهم يصل الى عشرة اجور. وعلى كل حال الامر هين والاصابة والثواب من عند الله وفضل الله واسع لا يحجر عليه. ونقل علماؤنا هنا كلاما لسيدنا الإمام النووي في هذا الحديث، قال النووي في شرح مسلم، سموه بقى سمى الإمام مسلم سمى الإمام النووي إيه؟ سمى المنهاج. قال أجمع المسلمون على أن هذا الحديث، يعني هو عايز يقول لك إيه ملخص ما قاله أراد أن يقوله سيدنا الإمام النووي، إن الحديث ده في شخص يعني توافرت فيه شروط الاجتهاد، وفي شخص توافرت فيه شروط الحكم، بأن كان حاصلا على مميزات الاجتهاد. أما من اجتهد ووصل إلى الحكم، وصل بحكمه إلى مراد الله، وليس هذا نابعا عن تحصيل الأدوات ولا عن ملكة ولا عن جهد ونظر في الأدلة، هذا ليس له ثواب فيما فعل بل عليه الإثم. فإذا اجتهد فأصاب يعني اجتهد اجتهادا شرعيا بأن كان أهلا للاجتهاد، أما إن يعني اجتهد بمعنى اللغة ونظر وقال في رأيه ووافق ما عند الله، فهذا ليس له ثواب إنما له العقاب، لأن اجتهاده إنما وافق عن صدفة كما نقول، يعني مصادفة، مصادفة قدر، تخمين، خبط الكلام، طلع الكلام ده هو مراد ربنا. وهذا رأيناه في كثير من الناس، ونحن نجلس في مجلس الفتوى ونلتقي بالناس في مجالات متعددة عبر اللقاءات الشخصية معهم أو عبر المكالمات الهاتفية الشخصية كذلك، يقول لك أصل أنا اجتهدت وقلت رأي ورأي طلع زي رأيك، تقول له طيب حضرتك يعني انت جنابك سعادتك يبقى تظنه مجتهد بقى، يعني انت عالم عندك الادوات، يقول لك لا بس يعني استفت قلبك وان افتاك ان افتوك الناس وافتوك. يا سلام. وفي الاخر لما تناقش يقول لك طب ما انا رأيي زي رأيك، ما هو العبرة مش موافقة الرأي بالرأي، العبرة أنا قلت كده عن دراسة وإنت قلت كده عن مصادفة، ما يسميه المصريون فهلوة، قال الكلمة طلع زي ما هي، أصل الراجل قال كلمة الفلانية فقالوا لا الطلاق ده مش واقع ليه، قالوا يا أخي يعني ربنا رب قلوب وانت ما دام مش ناوي خلاص. طب مين اللي قال لك اولا ان اللفظ ده لفظ كنائي وانه يحتاج الى نيه؟ ثم من الذي قال لك يعني ان النيه متى تكون؟ ومن الذي قال لك ومن 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 ومن؟ بس هو ايه؟ عباره عن فذلكه وعباره عن حنشصه صادره عن جهل. الشخص ده آثم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. القضية مش ان احنا نصل، القضية كيف نصل. انا وصلت الى يعني مثلا الطريق الفلاني او البلدة الفلانية، انا وصلت بسيارة مؤهلة وانت سبحان الله
مرة واحدة لقيت نفسك قدام القرية بأي وسيلة، فهي القضية كلها بما تصل. لا أنا بصل بسيارة مهيئة وأنا أهل لقيادتها، أنا معرفش أسوق ولكن مسكت السيارة كده وركبتها وفتحت السيارة ودوست بنزين فسبحان الله مشيت بنفسها كده لغاية ما وصلنا. ده أنت كنت معرض نفسك للخطر. طيب قال الإمام النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، يعني توافرت فيه شروط الاجتهاد الشرعي، فله أجران: أجر بإصابته وأجر على اجتهاده، وإن أخطأ فله أجر في اجتهاده في طلب الحق. أما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له أن يحكم. الله، لست أهلا للحكم ما تحكمش. تقولش والله احنا هنعمل مجالس عرفية ونفك بقى لما بين الناس مجالس صلح وتلاقيهم قاعدين، أصل احنا شفنا الكلام ده، يعني كنتوا لسه عشان طلبة أو بعضكم لما يعني يمارس الحياة مع الناس لا يرى مثل هذا، عامل مجلس عرفي وعامل نفسه قاضي وهو جاهل بأحكام الله ويقضي بين الناس بما لم ينزل في كتاب ولا في سنة ولم يأتي على لسان نبي ولا إنس ولا جن ولا حتى شيطان، وعامل فيها نفسه القاضي العرفي. طب ما أنت آثم لأنك حكمت بين الناس بما لم ينزل من عند رب الناس. فلا يحل له أن يحكم، وإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم. لا يعني مش ما هو عدم الأجر ليس دليل على أنه لم يأثم، لا ده أنت آثم، بل هو آثم ولا ينفذ حكمه. يعني إيه؟ يعني لا يلزم أحد الخصوم بتنفيذ حكمه. ما هو نفذ الحكم معناه إيه؟ معناه الإلزام، لأن القاضي له منصب الإلزام، المفتي ليس له منصب الإلزام. المفتي بيقول رأيه، أخذ به المستفتي مرحبا، ما أخص به مرحبا. زي امرأة كانت عندي تستفتيني، وعندما دخلت رأيت في عينها أنها لن ترضى بما أقول ومعها طرف آخر. القضية إنك أنت قل ما عندك، قبله السامع قبله ما قبلوش هو حر يذهب إلى غيرك ويستفتي غيرك. لابد أن تسير بشكل يعني أكاديمي ترضي فيه المولى سبحانه وتعالى، ولا تعبأ ولا تهتم برضا الآخرين. رضيت مرحبا، لم ترضى أيضا مرحبا. لأن هو المشكلة إيه؟ المشكلة إن بعض الناس يريد أن يسألك لا من أجل أن يعرف حكم الله ومن أجل أن تحكم لصالحه، من أجل أن يأخذ برأيك ويعضد ما يريده، لا ليعلم أن الله أراد أو لم يرد. وهذا شيء خطير. وهؤلاء أنا أسميهم الذين يأخذون الدين لنصرة أنفسهم، وهؤلاء يعني بينهم وبين تجار الدين شبه، فهم أناس لا يتعبدون بدين الله سبحانه وتعالى، وإنما يريدون أن ينتصروا لآرائهم بالمقدسات الدينية. وهذه صفات المنافقين، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فالقضية كلها الحديث هو شاهد على هؤلاء.
لأن إصابته اتفاقية، يعني هو لما أصاب لم يصب عن أدوات ولا عن اجتهاد ولا عن نظر ولا عن ملكة ولا عن تأمل ولا عن بحث علمي، إنما قال قولا فصادف فيه ما أراد المولى سبحانه وتعالى، ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه. ولذلك هؤلاء الذين يجلسون في المجالس العرفية ويحكمون على غير أمر فقهي معتبر عند أهل التخصص، هؤلاء عصاة، هؤلاء مذنبون. قال فهو عاص في جميع أحكامه سواء أوافق الصواب أم لا، وأحكامه مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. طب كلام ده واضح جدا، ولكن أردنا أن نسوقه لأهميته. وروى الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فأما الذي في الجنة يبقى ده لف ونشر إيه مشوش. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به. شوف عارف متعلم ومذاكر وعنده إمكانية للتطبيق. واللذان في النار رجل عرف الحق فجار فيه ولم يحكم به، فهذا في النار. ورجل لم يعرف الحق وقضى بالجهل فهذا أيضا في النار. إيه؟ هكذا. ده أنت تشوفهم حاجة يعني. طيب تولي القضاء تكلم عنه علماؤنا من حيث الحكم الشرعي. قال وتولي القضاء فرض كفاية، إذا تعدد الصالح للقضاء فيكون تولي القضاء فرض كفاية. طب وإذا لم يتعدد ولم يوجد إلا فرض واحد صالح للقضاء في الناحية وجب عليه القبول. وأما تعيين الإمام، ده تعيين الإمام للقضاء ده واجب من الواجبات، لأن الإمام يعني وظيفته سياسة الدنيا والحفاظ على الدين، ومن ضمن سياسة الدنيا أن يعين القضاة من أجل الفصل بين الناس، لأن أي اجتماع بشري هيقتضي خصومة. أي اجتماع بشري كده، رحت حضرتك تشتري من شخص واخد بالك وأعطيته فلوس 100 جنيه، بعد ما خد 100 جنيه يعني انصرف إلى رجل آخر يحدثه ويشتري منه. ايه المهم؟ قال لك لا، فين يا عم الحساب؟ قلت له انا مديك 100 جنيه. قال لك انا ما خدتش منك حاجه. يا عم والله مديك ال 100 جنيه من شويه. لا انا ما خدتش منك حاجه. يا عم انا مديك ال 100 جنيه وانا عارف حتى ال 100 جنيه ديت مكتوب عليها فلان الفلاني. لا انا ما خدتش منك حاجه. طيب يلا بينا على القاضي. ده في ابسط الاشياء. فالقاضي يجيب الشخص اللي دفعه يقول له معاك بينه ولا معكش بينه؟ معايا بينه. المئة جنيه اللي أنا اديتها له مكتوب عليها الشافعي عالم الأمة وبخطي. فالقاضي يستدعي الشخص اللي هو بيبيع ويقول له فين الفلوس اللي عندك في الخزنة؟ طلع الفلوس اللي في الخزنة، يلاقي مكتوب عليها وبخط مين؟ وبخط صاحبنا. ويبدأ بقى القاضي يحقق. طب ما أي اجتماع بشري كده، أنا منذ يومين أعطيت الرجل 20 جنيه أشتري منه شيئا، فقال لي أنت ما اديتنيش حاجة. قلت له عم صباح الخير. قال لي مساء النور. قلت له 20 جنيه. قال لي لا معلش أنا آسف. يعني مثل هذا، يعني عايز أقول مثلا في البيع والشراء، تشتري الشيء تجده معيب، يرفض البائع أن يرد البيع، يلا بينا على القاضي. انت الزوجة والزوج، الزوجة نشزت ولا تريد ان تعطي الزوج حق الله، هيا بنا على القاضي. ده القاضي ده هو 3/4 يعني شؤون الناس مع القضاء.
فالقاضي كمان عندنا ثقافة غريبة شوية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، إن الذهاب إلى القضاء أصبح سبة. يقول لك كده هنذهب للقضاء وهنشد بعض للقضاء عيبا ما نروح. لا، ده مش عيب، ده القاضي مهمته فصل الخصومة، والذهاب إلى القاضي ده أمر من الأمور المعتادة وليس فيه شيء مشين، لأن عندنا أعراف ما زالت موجودة إلى الآن إن عيب إن إحنا نرفع أمرنا إلى القضاء. لا، قد نعجز عن فك هذه المشكلات فيتعين الذهاب إلى القاضي من أجل رفع المنازعة، لأن وظيفة القاضي هو فصل الخصومة بحكم الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة. لا يجوز، يعني إيه؟ يعني ولا يصح، يعني لا يحل ولا يصح أن يعين في القضاء وهو الحكم بين الناس إلا من اجتمعت فيه، استكملت يعني اجتمعت، فالسين والتاء ليست للطلب، يعني مش لطلب الكمال وإنما لحصول الكمال. ذكر المصنف منها خصلتين على رأي ضعيف، وسكت عن خصلتين على الصحيح. الأولى الإسلام، يعني لابد أن يكون القاضي الذي يعين مسلم، فلا تصح ولاية كافر، لأن القضاء ده يا أولاد ولاية. القضاء ده إيه؟ ولاية. ولو كان يقضي لكافر على كافر وما جرت به العادة من نصب شخص منهم، يعني من الكفار، للحكم بين الكفار، فهذا ليس من قبيل القضاء، وإنما هو يعني عبارة عن قاضي عرفي مش قاضي شرعي، اللي هو بيقول عليه إيه؟ بيقول عليه زعامة ورئاسة. ولا بد أن، وكما قال والبلوغ، فلا يصح قضاء غير البالغ كطفل، لأنه ناقص، ومنصب القضاء ده منصب عظيم لا بد فيه من صفات الكمال، ولا وكذلك العقل. يبقى القاضي لا يكون مجنونا أو معتوها. والرابعة الحرية، فلا يكون القاضي رقيقا ولو مبعضا، لأن القضاء منصب كمال وشرف، فلا يعين فيه إلا من كان كذلك. والخامس الذكورية، يعني لابد أن يكون القاضي ذكرا، ولذلك إذا لم يكن القاضي ذكرا بأن كان أنثى لا تصح ولايته ولا قضاؤه. عندنا المذهب الشافعي كده، نحن نشرح مذهب ولا نفتي، يبقى ده شرح مذهب وليس إفتاء. ولا خنس مشكل، يعني لم تتضح ذكورته، كذلك لا يجوز أن يعين في القضاء. وأما الخنس الذي اتضحت ذكورته فيجوز أن يعين في القضاء لأنه ذكر. والسادس العدالة، والعدالة سيأتي ضابطها في الكلام على الشهادات. قال فلا تصح ولاية فاسق، يعني القاضي إذا كان فاسقا لا تصح ولايته. وكذلك معرفة أحكام كتاب الله تبارك وتعالى، ومعرفة أحكام الكتاب، والكتاب غلب على كتاب الله تبارك وتعالى في عرف الشرعيين، وغلب على الكتاب كتاب سيبويه في عرف النحو. قال ومعرفة أحكام الكتاب العزيز، العزيز يعني الذي أعزه الله سبحانه وتعالى، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا الكتاب ما زال باقيا شامخا إلى يوم القيامة. قال والسنة، يعني وكذلك لابد أن يكون عالما به السنة.
وذلك لابد أن يكون بالاجتهاد، يعني عن طريق الاجتهاد. ولا يشترط حفظ آياتها، يعني لا يشترط حفظ آيات الأحكام ولا يشترط حفظ أحاديث الأحكام عن ظهر قلب، بل يكتفي في من ذلك أن يعرف مواطن الاستدلال بالأحاديث من الكتاب والسنة، حتى إذا عرضت له قضية ذهب إلى آيات الأحكام فنظر فيها فتوصل إلى الأحكام. فحفظ القرآن وحفظ السنة ليس شرطا لحصول الاجتهاد. ثم علماؤنا تكلموا على آيات وأحاديث الأحكام، وذكر علماؤنا، وهذا على سبيل الدلالة المطابقية، يعني أن آيات الأحكام في كتاب الله تبارك وتعالى 500 آية، لكن ده هنا بيتكلموا على إيه؟ يعني 500 آية التي تدل على الأحكام دلالة مطابقية، وأما بقية القرآن فما من آية إلا وفيها من الأحكام بطريق اللزوم ولا طريق التضمن ولا طريق الإشارة ما فيها. وعن الماوردي أن عدد أحاديث الأحكام 500 أيضا، ولعله يريد بذلك هم بهذه 500 التي تدل دلالة يعني واضحة جدا، دلالة مطابقية، وإلا ده احنا عندنا بلوغ المرام في 1800، بلوغ المرام في أحاديث الايه الأحكام للحافظ ابن حجر فيهم كام؟ ولعل 500 اللي قالوا من الإمام الماوردي هو ما حصل عليها وما وصلت إليه، لأن السنة أيضا لسه في العصور الأولى دي لم تكن كما لدينا الآن. طيب بسم الله ما شاء الله، عندك من الكتاب الواحد 15 نسخة، لكن هم كان عندهم يعني عصر التدوين مازال ولم تنتشر كانتشارنا الآن. عندنا دلوقتي وسائل سريعة جدا في الانتشار، عندنا البي دي افات وعندنا النت وعندنا الكتب وعندنا أما هم فلم تكن الآليات كآلياتنا، توفرت لدينا الأدوات وتوفرت لدينا الكتب، ولكن سبحان الله لم تتوفر لدينا العقول والملكات ولا المناخ العلمي، سبحان الله. وتوفرت لهم الأدوات والملكات ولكن قلت لديهم المصادر والكتب، فسبحان الله زي ما بيقول لك كده، لقينا الكتب ها والأدوات ما لقيناش العقول المفكرات، لقينا العقول المفكرات قلت البضاعة وقلت الكتب. على كل حال هذا قدرنا ونحن نعيشه. والمراد أن يعرف أنواع الأحكام التي هي مجال النظر والاجتهاد من الكتاب يعني والسنة، يعلم أنواع الأحكام التي هي مجال للنظر والاجتهاد، يبقى عارف الآيات التي هي تعطي أحكاما فقهية، وكذلك الأحاديث. وأما المواعظ والقصص فقالوا لا يشترط، لأنها بمطابقتها لا تدل على الأحكام وإنما تدل على حال الأمم السابقة. قال بعض العلماء لا، حتى هذه تدل على الأحكام. فمن أنواع الكتابة التي ينبغي أن يعرفها، لأننا قلنا أن يعرف أنواع الأحكام، فمن أنواع الكتاب والسنة العام والخاص. ده أصول فقه بقى، لابد أن يعلم العام والخاص، يبقى العام في مقابل الخاص، والمجمل والمبين، لأن المجمل في مقابلة المبين، وأن يعرف المطلق والمقيد، وأن يعرف النص والظاهرة، وأن يعرف الناسخة والمنسوخ، وأن يعرف من السنة المتواتر والآحاد، وأن يعرف المتصل وغيره وغير المتصل، وأن يكون متمكنا من الترجيح عند
تعارض الأدلة، عارف المعايير التي تستعمل عند التعارض، بنقدم ايه ونأخر ايه. طب عندنا خاص قدمه على العام، عندنا مقيد قدمه على المطلق، عندنا مبين قدمه على المجمل، عندنا ناسخ قدمه على المنسوخ، عندنا متواتر قدمه على الآحاد. ولا بد أن يكون يعني عنده دراية كذلك بضرب من علوم المصطلح، يكون عارف السنة وعارف المرسل وعارف شروط العمل بالمرسل، وأن يكون عالما بحال الرواة، من هو القوي ومن هو الضعيف ومن هو المقبول ومن هو المردود، حتى يعود إليه، لأن ده مؤثر كذلك في العمل. وأن يعرف مواطن الإجماع، لأنه عند النظر قد يعني إذا لم يكن عالما، هو أنتوا سامعين الصوت كويس؟ ما أنا حاسس إن أنا بتكلم من غير ميكروفون ليه؟ الله. طيب، يبقى معرفة الإجماع يعني إيه معرفة ليه؟ قالوا لأنه لو لم يكن عارفا بالإجماع قد يجتهد فيكون اجتهاده مخالفا لما أجمعت عليه الأمة فيقع في خطر، فلا بد أن يكون عالما بمواطن الإجماع حتى لا يخالفها، وأن يكون عالما بمواطن الاختلاف حتى يوافق رأي من هذه الآراء ولا يخرج عنها حتى لا يكون مرتكب خلافا لما اتفقوا عليه. وهذا الكلام احنا شرحناه في الأصول، مش محتاج ان احنا ايه نعيده. ولا بد ان يكون عارفا اقوال الصحابة فمن بعدهم التي اجمعوا عليها والتي اختلفوا فيها، اما التي اجمعوا عليها فحتى لا يخرج عنها، واما التي اختلفوا فيها فحتى لا يأتي بقول جديد، لان احداث رأي فوق ما احدثته الامة يخالف الإجماع، وهذا قد تكلمنا عليه قبل ذلك. وطرق الاجتهاد يعني، وأن يكون كذلك عالما بالطرق الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية، وأن يكون عالما بالقياس، متى يكون صحيحا ومتى يكون باطلا، وأن يكون عالما بأنواع القياس، ما هو القياس الأولى وما هو القياس المساوي وما هو القياس الأدون، حتى أن عند التعارض يعمل بالأقوى. طيب، وعلماؤنا ضربوا مثالا للقياس الأولوي كقياس الضرب، ضرب الوالدين على التأفيف لهما بجامع الإذاء، لأن الإذاء في الضرب أعظم من الإذاء في التأفيف. إذا كان التأفيف اللي هي عبارة عن حركة شفوية تؤذي، فما بالك بالضرب والشتم وإلى آخره، لا ده يقتل مش يشتم. والثاني اللي هو القياس المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله، وربنا قال ولا تأكلوا أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هو بيأكلها، طب فما بالك إذا أحراقها، فما بالك إذا بددها وأهلكها، ألا يكون محرما؟ قال نعم يكون محرما قياسا على الأكل بجامع الإتلاف في كل منهما، إلا أن الإتلاف في الأكل يساوي الإتلاف في الإحراق، أو الإتلاف في الإحراق يساوي الإتلاف في الأكل، عشان يبقى دقيق. والقياس الأدنى كقياس التفاح على البر في امتناع بيع بعضه ببعض، ليه؟ قال لك أصل البر ده يعني قوت رقم 2 مدخر رقم 3 طعام، أما التفاح فلم يشتمل إلا على الصورة الضعيفة وهي الطعمية. ومعرفة طرف من لسان العرب، لأن القرآن نزل بهم إيه؟ ما نزلش بالملاوي، وما نزل به القرآن حضراتكم باللغة العربية، فحتى تفهم القرآن لابد وأن تكون
عندك معرفة باللغة التي نزل بها كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهي اللغة العربية. زي إيه كده؟ يبقى عارف أنت بقى النحو والصرف، واخد بالك؟ لأن به يعرف عموم اللفظ، يعني الإعراب والتصريف، ده بحث مهم جدا، لأن هيجي لك مثلا في العموم عبارة زي عبارة كل، مش تعرف كل، وتعرف الألف واللام إذا كانت للعهد أو إذا لم تكن للعهد أو للاستغراق أو 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 إلى آخره. ولا بد كذلك أن يعلم الصيغ الأمر وصيغ النهي وصيغ الخبر وصيغ الاستفهام، ما كل دي لغوية، كل دي مباحث لغوية، والوعد والوعيد والاستخبار والأسماء والأفعال، كل ذلك مما يعني يحتاج إليه في عملية الاجتهاد وتفسير كتاب الله تعالى. ولا بد أن يكون عالما ب يعني تفسير كتاب المولى سبحانه وتعالى، حتى يستنبط ويأخذ الأحكام من تفسير هذه الآيات. ولا يشترط أن يكون بحرا واسعا في كل هذه الفنون، يعني لا نريد منه أن يكون مثلا في النحو كسيبوي والتصريف كأبي حيان مثلا يعني، وفي اللغة كيعني الخليل ابن أحمد الفراهي، لا، يأخذ طرف يعينه على الاستنباط. ما قلنا لكش مثلا تكون زي الجاحظ في فن البلاغة، ده هو اللي اخترعها، واخد بالك؟ لا، قلنا لك لا، يعني خد ما يعينك على فهم كتاب الله. ولا يشترط أن يكون في النحو كسيبوي، ولا أن يكون في اللغة كالخليل بن أحمد الفراهيدي، بل يكفي أن يعرف جملا منها. قال ابن الصباغ: إن هذا سهل في هذا الزمان، زي ما قلت لك الاجتهاد ده بالطريقة دي سهل في الزمان ده اللي دونت فيه العلوم وإلى آخره وجمعت، وعندنا من الكتب الكثير، بس المشكلة عندنا إن ما عندناش مناخ علمي جيد، ليس لدينا مناخ علمي يساعد على التفكير المستقيم. شو بقى ابن الصباب يقول لك؟ هذه الأشياء والاجتهاد ده سهل في زمن قد دونت فيه العلوم. ويشترط أن يكون له من كتب الحديث أصل، أصل يعني إيه؟ كتاب يرجع إليه، زي صحيح البخاري، زي سنن أبي داود. ولا يشترط أن يكون حافظا لجميع القرآن ولا بعض القرآن عن ظهر قلب، بل يكفي أن يكون عارفا للآيات التي يستنبط منها الأحكام الشرعية، فيعمد إليها عند حصول الواقعة التي يريد أن يجتهد فيها. ولا بد أيضا أن يكون عالما بالأدلة الكلية المختلف فيها عشان يعين منهجه فيها، سأخذ بها أو لا، يعني يكون عارف مثلا بالأخذ بأقل ما قيل منهجك إيه فيه، هل أنت ستوافق على كونه دليل من الأدلة أو أنك لن تجعله آلة من آلات الاستنباط. وكذلك الاستصحاب بأنواعه المختلفة، لأن الاستصحاب أنواع، احنا قرأنا أن الاستصحاب كان في غاية المأمول خمس أحوال أو خمس يعني خمسة أنواع. وكذلك لابد أن يكون عالما بطرف من الاعتقاد. ثم هذه العلوم التي ذكرناها إنما يشترط اجتماعها في المجتهد المطلق، يعني في المجتهد المطلق الذي يفتي في كل أبواب الشرع، هذه العلوم شرط في حصوله. أما المقلد لا، مش شرط. أمال أعمل إيه؟ تعرف أصول إمامك، يعني أنا وإنت شافعي نعرف أصول سيدنا الإمام الشافعي،
نعرف قواعد الإمام الشافعي حتى نستنبط على أساسها، ونراعي في قواعد الإمام الشافعي وفي كلام الإمام الشافعي ما يراعيه الإمام الشافعي مع كلام رب العالمين، لأن المجتهد غير المطلق يتعامل مع نصوص إمامه كتعامل الإمام مع نصوص الكتاب والسنة. إيه ده يعني بيقدر؟ لا يا بني آدم، ما يعني فتفهمه وتقول له يا ابن الحلال ده التشبيه ليس من كل وجه، وإن هو يعني إيه يتعامل مع نصوص، يعني أنه يطبق معايير الاجتهاد في كلام إمامه كما أن الإمام يطبق معايير الاجتهاد مع كلام الله، وليس هذا أن كلام البشر ككلام الله. يا بني آدم ليس هذا، أمال إيه؟ أننا في التعامل والاستنباط وإجراء الأدوات نتعامل كما يتعامل مع كتاب الله، أما كلام الله لا، ده كلام الله ينبغي أن يعتقد، ولو أنكره كفر. لكن لو أنت قلت النص ده ما وردش عن الإمام الشافعي هتكفر يعني؟ لا. وليس هذا ولهذا ليس له أن يعدل عن نص إمامه. وجد في الإمام الشافعي نص في مسألة من المسائل، لا يجوز له أن يعدل عن نص إمامه إلى الاجتهاد، لأنه لا اجتهاد مع النص. في نص للإمام الشافعي ما فيش اجتهاد، في نص من كتاب الله يعني ما هو النص بقى؟ مش مطلق الدليل، لا، النص هنا معناه يعني الذي لا يحتمل غير المراد. وهنا تكلم علماؤنا على أن العصر لا يخلو عن مجتهد إلا عند قرب قيام الساعة، أو الساعة بس خلاص انسى ما فيش مجتهد. ولا تزال ولا يزال يعني هناك من يقوم لله بحجة، واخد بالك؟ وأما قول الغزالي والقفال إن العصر خلا عن المجتهد المستقل، فيقصد بذلك الإمام الغزالي والقفال المجتهد القائم بالقضاء، يبقى مجتهد ويبقى قاضي في نفس الوقت ويقوم بأمور القضاء، لا ده مش موجود. فإن العلماء يرغبون عن القضاء، يحبوش القضاء لما فيه من مخاطرة لمسألة دينية، للورع، للخوف من الله سبحانه وتعالى. قال مكحول: لو خيرت بين القضاء والقتل لاخترت القتل. ده تقوى مع الله، ده يعني ورع، ده خوف شديد من الحيد، مسألة خطر. لا لا، طب نقتلك ولا تقضي؟ لا اقتلون. ده يعني، ولذلك ورد أن من ولي القضاء ذبح بغير سكين، ده أمر خطير وعظيم، ده قضيان في النار وقاضي واحد في الجنة، والآخرة إيه؟ هي الدائمة، هي الباقية، والدنيا زائلة. سيدنا الإمام الشافعي لما عرض عليه القضاء امتنع منه، قال لا السلام عليكم، قضاء إيه؟ اقضوا انتم. الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما عرض عليه القضاء أدبر وولى عنه. أما خلو الأعصر من المجتهد هذا أمر يرده الوجود، لا سيما أن كل عصر لابد أن يكون فيه مجتهد يقوم بشؤون الناس. كلام أصحابنا كده. الشيخ أبو علي، أقصد مجتهد مطلق. أيوة، ما أنا بقول بقى مجتهد إيه؟ بيرقص. قال الشيخ أبو علي والقاضي حسين والأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي وغيرهم من أصحاب الإمام الشافعي، ما قلدنا الشافعي
ولكن وافق اجتهادنا اجتهاده. نشوف يعني ايه يعني احنا لا احنا مجتهدين زينا زيه. وهنا ايضا تكلم علماؤنا هل يجوز تبعيض الاجتهاد؟ يعني يا مشايخ يعني المرء يكون مجتهد في باب دون باب، يكون مجتهد في باب الطلاق لكثرة ممارساته لأحكامه ومسائله وأدواته وإلى آخره، ويبقى مقلد في بقية الأبواب. قالوا نعم يجوز أن يكون الاجتهاد مجزأ، لأنه قد يصل الإنسان من الضربة في التعامل مع بعض الأبواب إلى أنه يستطيع أن يلحق يعني ما لم يرد عليه بما ورد عليه، ويتعامل مع الجديد كما يتعامل مع القديم، وفي بقية الأبواب لا يستطيع، لأن دي مكنة قدرة. يعني واحد يقول لك أنا أستطيع أن أنا أقود السيارة في ماليزيا ولا أستطيع أن أقودها في مصر، ملكة كده، هو ملكته قاصرة في بعض البلدان عن دون البعض الآخر. ولذلك قالوا إذا كان مجتهدا في باب يكفيه أن يكون معه ما يكفي في الاجتهاد لهذا الباب، ولا بد أن يكون سميعا حتى ولو كان سمعه ثقيل. ولذلك لا يولى في القضاء أصم، لا يسمع مطلقا. ليه؟ طب ما هو لازم أن يسمع البينة لازم أن يسمع الشهود، هيعمل إيه يعني بالكلام يعني؟ طيب. وأن يكون بصيرا فلا يولى أعمى. طيب، ولذلك قالوا ولا من يرى الأشباح ولا يعرف الصور، شايف كده أشباح لكن صورة مين ده مين دوت، مش شايف ملامح الشخص، لا يحددها. ليه؟ لأنه ما يعرفش لا المدعي ولا المدعى عليه ولا من الطلب ولا من المطلوب، كله عنده سيان، الصور كلها عنده واحدة. وخرج بالأعمى الأعور الذي يبصر بعين واحدة، فهذا تصح ولايته. لماذا؟ لأنه هيعرف الطلب من المطلوب بعين واحدة، يحصل المراد من رب العباد. وكذا يجوز تولية القضاء لمن يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، لأن محل الدعوة ومحل القضاء هو النهار لا الليل. وهنا تكلم أصحابنا على استشكال على اشتراط البصر، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استخلف ابن أم مكتوم على المدينة، وابن أم مكتوم معلوم أنه كفيف، ولذلك الإمام مالك قال إن ولاية الأعمى للقضاء صحيح، واستدل بما استدل به يعني بحديث ابن أم مكتوم. وأجاب السادة الشافعية بأن هنا التولية ليست تولية قضاء، وإنما هو استخلاف صلاة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعله خليفة في الصلاة ولم يجعله خليفة في القضاء والحكم بين الناس. وما قاله الإمام الشافعي وجيه. وأن يكون كاتبا، يبقى لابد أن يكون يا مشايخ كاتب، يعرف يكتب، لأنه هيكتب، قد يكتب إلى قاضي آخر، قد يكتب إلى استحضار الشهود. طب ما هو ممكن يستغني بحد يكتب له، قال له ممكن حد يكتب له، ده ممكن يدلسوا عليه، ممكن يدلسوا عليه. فلما هو يكتب بنفسه يبقى آمن حينئذ من أن يزور عليه أحد. هذا يعني جار على قول ضعيف، والصحيح عدم اشتراط الكتابة، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكان قاضي القضاة، وكان أعدل القضاة صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قضية أنه يزور عليه، الأصل عدم التزوير والأصل عدم التدليس، ولا يشترط معرفة الحساب لتصحيح المسائل الحسابية الفقهية، وأن يكون مستيقظا، يكون واعي ليس غافلا، يضحك عليه، يعرف مقاصد الناس. وده احنا شفنا في المجال ده ما لا يعلم به إلا الله، لأننا جلسنا سنوات لحل المشكلات بين الناس، لأن في حاجة اسمه إيه؟ في حاجة اسمه قضاء حكم، وفي تحكيم، وكنا في بعض الأحوال نجلس مجلس التحكيم بين الناس. من سنوات، نعم، قعدت سنين إلى أن أنشئ شيء خاص بهذا، فكل شيء يحول لهذا، في الأموال، في الخلافات المالية، في الميراث، في العلاقات الزوجية، في الحقوق، في يا الله يا رجل يا رجل يا رجل. يعني واحد مثلا يقول لك والله أنا جبت لمراتي من كم يوم، جاءتني امرأة وعرضت علي مشكلتها، هي اشترت شقة، وهذه الشقة دفعت أموالها وكتبتها باسم بنتها بابنتها، لا من أجل أن تكون هذه الشقة ملكا لها، وإنما من أجل مثلا أن تكون يعني أمانة في يدها. البنت تدعي أنها كتبت لها على سبيل الهبة وقبضتها، والأم تدعي أنها معها على سبيل الأمانة. إيه رأيك هتعمل إيه؟ ومن هذا الكثير، المرأة تبقى لابسة ذهب، جوزها يقول لها لا، الذهب اللي في إيدك ده أنا اللي شاريه، ولا لما اشتريته اشتريته عشان تلبسيه ويبقى للزمن، أدخر عند الحاجة أخذه منك، وتقول له لا، ده أنت اشتريته ليا من أجل أن يكون هبة. يلا اشتغل. وأشياء كثيرة عشنا سنوات ونحن نتعامل مع هذه الحالات التي تأتي مرارا وتكرارا ليل نهار، إلى أن أنشئ قسم يعالج مثل هذه الأحوال، فتوقفنا. لكن مجال بحثنا فوق 10 سنين، لا يخلو يوم من مشكلات. في سنة من السنوات، سنة 2006، ولا أنسى هذا، جاءتني امرأة ومعها زوجها، اختلف على العمل، هي تريد أن تعمل وهو لا يريد لها أن تعمل، ومع مرور الزمان عرفت عذرها، لأن المرأة جاءتها وظيفة في البترول، ووظائف البترول مرتباتها مرتفعة جدا، العامل قد يصل إلى يعني مرتبه إلى درجة يعني كبير، يعني كبير عشان أحب أسجل، كبير كبير يعني كبير زي صبحي كبير وزيادة. فالمرأة قالت لابد أن أعمل. يا ستي زوجك لا يريد منك أن تعمل. لا خلاص أنا. قال لها زوجها أنت عايزة كم مرتب؟ قالت له أنا مثلا ساعتها كنت باخد 5000، هي في 2006 يعني 1000 دولار. قال لها 1000 دولار مني لك كل شهر، ولا تشتغلي ولا عمل. وجلست معه من الساعة 2 لغاية الساعة 5 حتى أصلح ما بينهما من مشكلات. وبعد أن أنهيت قالت لي لا أنا غير مقتنعة بما تقول، 3 ساعات وغير مقتنعة. لا يعني تعمل ايه بقى؟ 3 ساعات من الطحن والأخذ والرد والمناقشة،
ده انا لو بشرح متن ابي شقاق تخلصته، حسبي الله ونعم الوكيل. لا، فكثير كثير المشكلات في هذا كثير يا مولانا. فمثل هذا ممكن يضحك عليه، ممكن يضحك عليه، أغراض الناس مختلفة. لابد أن يكون واعيا مستيقظا لا يخدع. ممكن أحد يكتذب بالبكاء، ممكن يلوي عنق الحقيقة، ممكن يضحك عليه في الحوار. لا، فلابد أن يكون واعيا مستيقظا عالما بهذه الأحوال ومن أين يؤتى. ويشترط في المفتي التيقظ وقوة الضبط، أن يكون يقظا سامع فاهم، عنده قوة وتركيز. والقاضي أولى بذلك. ليه؟ لأن القاضي له منصب الإلزام، المفتي ليس له منصب الإلزام. وإن لم يكن وإن لم يكن القاضي واعي، لا، يبقى أنت هتضيع الحقوق. من كان حلو الكلام ولذيذ الفعال يستطيع أنه يجذبك. وهاتان الخصلتان على الضعيف، اللي هي الاستيقاظ والكتابة. لكن أنا في الاستيقاظ، لا، أنا معاه في الاستيقاظ. ضعيف فين يا مولانا؟ ولا بد كذلك ومما تركه الشيخ أن يكون ناطقا، يعني يكون متكلم. أما لو كان أخرس هتحكم إزاي يعني؟ لا لا لا، يعني ده حد هيفهم حاجة منك؟ يعني مفيش حد هيفهم منك حاجة. وأن يكون فيه كفاية للقيام بأمر القضاء، يعني ما يكونش كبير شديد الكبر، ما يكونش مختل النظر، يعني كثير الغفلة، وهكذا. يكون نفسه قوية، يستطيع أنه هو ينفذ الأحكام. مش أول ما يعيط أحد الطرفين يميل ليه. ولذلك قالوا فلا يكون ضعيف النفس. دي رقة. فإن كثيرا من الناس يكون عالما أهو دينا لكن نفسه ضعيف، يعني ضعيفة أنها تلزم الطرف الآخر بشيء في تنفيذه صعوبة عن التنفيذ والإلزام والسطوة. ولذلك يعني ينبغي أن يكون القاضي ويكون الذي يتولى المناصب الكبرى ليست عنده أيدي مرتعشة، صاحب قرار نافذ، وعليه أن لا يعطي لنفسه فرصة لرقة قلبه. لأن أحكام، طبق الأحكام، والشخص اللي بتطبق عليه الأحكام ادعي له ربنا يرحمه. انت قضيت عليه بالإيه؟ بالقتل. ربنا يرحمه. لكن كمان لو هو مع عيال وزوجته بتعيط وعياله بيعيطوا، ما هتقضي عليه بإيه؟ انت هتقدر؟ والله ما هتقدر. إذا رأيت أولاده يبكون وهم أطفال صغار وهو قاتل واستوجب القتل، هتقضي عليه بالإعدام؟ طب شوفوا له يا أخوانا مخرج. طيب يا أخوانا، وإذا عرف الإمام أهلية أحد ولاه، يعني إذا كان الإمام مطلع على عنده خريطة بالمؤهلين للقضاء وعرفهم، ينبغي عليه أن يختار يعني الأصلح منهم. وإلا بحث، ما يعرفش، يسأل، يعمل سيرش، بحث عن الأصلح ويوليه. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني ولى معاذا لأنه كان عالم بأصحابه، وكان عارف أن سيدنا معاذ يصل. ولذلك لما جه سيدنا أبو ذر قال له إيه؟ قال له لا لا، أنت لا تصلح للإمارة. ليه؟ لأن سيدنا لعله كان رقيق القلب، لعله كان ضعيف الحال، لا يستطيع الإلزام. لكن سيدنا عمر
اللي جمع ما بين الاثنين بقى سبحان الله رقة القلب مع قوة النفس سيدنا أبو بكر، جمع ما بين الاثنين. ما إن كان رجلا رجلا رقيق، لسه احنا قارينه، رجل أسيف إذا قام بالناس لا يملك حاله، يقرأ القرآن يبكي ولا يستطيع أنه هو يكمل الآية، لكن كان خليفة للمسلمين وأخذ قرار قتال أهل الردة الذين امتنعوا عن الزكاة. لا ده دي قوة بقى ربنا اداها له، لأنه سيدنا النبي لعله دعا له كثيرا. طيب ولو ولا من لا يصلح للقضاء، افرض ان الامام ولا من لا يصلح للقضاء مع ان هناك من يصلح للقضاء، وكان الامام عالم بالحال، الا ان هو قدم اهل الثقة على اهل الكفاءة وعلم بالحال، الإمام آثم آثم لأنه ولى من لا يصلح وترك من يصلح، وهذا حال زماننا. طيب ولى من لا يصلح وقضى لا ينفذ قضاؤه حتى وإن أصاب، لأنه لا يصلح للقضاء، ده واحد أعمى وبيضرب بالسهم، فجي السهم في الغرض. طب ما هو جي السهم في الغرض لا عن علم وإنما عن مصادفة قدر. فإن تعذره، حلو كتاب القضاء ده، فإن تعذره في شخص جميع هذه الشروط السابقة، ما فيش حد يصلح للقضاء، ما فيش، هنعمل ايه؟ في حاجة اسمه قاضي ضرورة ومفتي ضرورة. يعني ايه مفتي ضرورة وقاضي ضرورة؟ يعني ليس هناك من يصلح للإفتاء وليس هناك من يصلح للقضاء، فعندئذ هيعين حاجة اسمها مفتي ضرورة أو قاضي ضرورة. فولى السلطان له شوكة، فولى السلطان ذا شوكة، انتوا عندكم ايه؟ لان انا مش واضحة عندي، عندك ايه في الاقناع؟ فولى سلطان له شوكة، مش السلطان الالف ولا ما عندي كده غلط، يعني سلطان له شوكة قوة ومنع، فاسقا، يعني ولا ايه؟ ولا فاسقا مسلما، ادي اول حاجة يكون ايه؟ فاسق. ما هو الفسق ده مانع من موانع تقلد القضاء، مسلما او ولا مقلدا ليس مجتهدا نفذ قضاؤه للضرورة. ومع انه ليس اولاد منين؟ من اهل القضاء. لماذا؟ قالوا للضرورة، يعني ايه؟ لان هناك حاجة شديدة بالناس، لابد ان الناس محتاجة ان لمن يحكم بينها، فيولي الحاكم حينئذ من يفتي حتى وإن كان مقلدا، لأن الفتوى أصلا في الأصل إنما تكون للمجتهد. لكن فين المجتهد؟ في الباي باي. يعني في الباي باي؟ يعني مش موجود. طب نعمل إيه؟ خلاص العلماء يحاولوا، ها، ويعني يجتهدوا وإن لم يكونوا أهل الاجتهاد، وينفذ اجتهادهم ويعمل به الناس للضرورة للحاجة الشديدة. فخرج بالمسلم الفاسق فلا يولى، فخرج بالمسلم الكافر، نعم، لأنه إذا ولى السلطان الذي له شوكة كافرا لا ينفذ. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قطعها وفصلها، ولن يجعل الله للكافرين
على المؤمنين سبيلا. طب لو امرأة بقى كلدت القضاء، هل ينفذ قضاؤها؟ ابن عبد السلام عز العز قال ينفذ. طب لو صبي عينه الإمام، والإمام له شوكة معه آليات ومعه الدولة ومعه كل مصادر القوة، ها ينفذ. العز بن عبد السلام قال بالنفوذ. قال ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام، يعني من لم يكن أهلا للقضاء، طب حتى يبقى عارف طرف من الأحكام التي يقضي فيها. وللعادل أن يتولى القضاء من الأمير الباغي، يعني عندنا عادل وعندنا باغي، الباغي ولا عادلا القضاء، للعادل أن يتقلد القضاء من الباغي، لأنه هيحكم بين المسلمين، والمسلمون حتى وإن كانوا بغاة هم متأولون، وفي هذه الحالة يحتاجون إلى من يحكم بينهم. فقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن ذلك لمن استقضاه زياد، فقالت إن لم يقضي لهم خيارهم قضى لهم شرارهم. طيب لو لم يعني يقبل الخيار بأن يقضوا بين الناس هيعين الشر، وهذا الشر ستكون مفسدته ومضاره أعلى بكثير، فلما يعين الخيار المفسدة أقل، ولما يعين الشر المفسدة أعلى. قال ويستحب أن يجلس في وسط البلد. ده كلام بقى احنا بنتكلم على ايه؟ على نظام اجتماعي قديم، واخد بال حضرتك. أما الآن لا، القضية اختلفت. قضية ايه اختلفت؟ وانشئت محاكم في أماكن معينة، وبقى في تكييفات، وبقى يعني حاجة حلوة يعني، لكنهم يتكلمون عن نظام قديم أنه يجلس للقضاء في وسط البلد، بحيث إيه؟ يبقى محل لتوارد الناس عليه، ما يكونش بعيد يعني، أن يكون وسط الناس، يستطيع أن يأتي إليه كل أحد. قال ليتساوى أهله في القرب منه. يبقى ما بين يعني في مركز يستطيع الجميع أن يصلوا إليه وأن يكون قريبا من الجميع، هذا إذا كانت البلد كبيرة وواسعة، وإلا إذا كانت بلد صغيرة يبقى ينزل في مكان متيسر له النزول فيه. أول بقى ما يستلم القضاء، أول ما يدخل في الصباح كده، يا فلان الفلاني شغال معاه، فين دفتر المحبوسين؟ ينظر في المحبوسين، ده كان محبوس ليه؟ وده كان محبوس ليه امبارح؟ وده ليه؟ لأن الحبس ده عظيم وكربة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني ألا نمتحن بمثل هذا، يجيبهم. ها انت كنت محبوس ليه؟ والله اصل انا كان عليا كذا وعليا كذا، وانا مستعد اسدد الان. طب يلا سدد وامشي، وهكذا. فمن اقر منهم بحق فعل به مقتضاه، قالوا لا فلان الفلاني له عليا اموال وانا مستعد ان اقضي هذه الاموال الان، طب يلا اقضي الاموال وفرج وافرجوا عنه. واحد تاني قال لا انا معليش حاجة، ده انا مظلوم، يأتي بالخصم ويقول له ائتي بالحجة. طب خصم غائب، يكتب للخصم على رسالة على الواتساب تعالى لمجلس القضاء. ثم بعد ذلك، ده نظام القضاء قديما، هذه عبارة عن طريقة في التقاضي قديما، يعني في شكل القضاء، في كيفية القضاء، لا في الأحكام. ثم ينظر في الأوصياء،
أوصياء اللي هم إيه؟ اللي هم معينين مشرفين على أموال اليتامى. فمن وجده عدلان قويا، تعالى يبحث بقى في السي في بتاع كل واحد، ده عدل وقراره نافذ وقوي في اتخاذ القرار، خلاص يقر بالوصاية على أموال اليتامى، ويقر بالوصاية على أموال الأوقاف، ويقر بكذا وكذا. وجد ان الشخص اللي هو معين وصي فاسق، يعزله ياخذ منه المال ويعطيه لشخص عادل. او وجد واحد ضعيف النظر، مش كفء قوي يعني، عين مع واحد تاني. كل ده قديما يعني، كانت حاجات لذيذه. قالوا ثم يتخذ كاتبا، يبقى مع حد كده يكتب له المحاضر والأحكام لأنه محتاج إليه. وهذا الكاتب لابد أن يكون عدلا، لأن الكاتب ده إيه؟ أيشهد بما يسمع. ولابد أن يكون ذكرا لأنه شاهد، وأن يكون حرا لأنه شاهد، وأن يكون عارفا بكتابة المحاضر والسجلات، إزاي يكتب المحاضر وإزاي يكتب السجلات. وشرط أن يكون فقيها عفيفا، شرطه أن هو يكون فقيه، يعني مشتغل بالفقه. عفيف يعني نزيه ونظيف اليد عن أخذ المال الحرام، وأن يكون ذا عقل جيد، وأن يكون ذا خط جيد أيضا. ويستحب أن يتخذ مترجمين، عشان لو واحد بيتكلم بالملاوي ورفع دعوة على واحد بيتكلم بالعربي، يجيب مترجم حتى ينقل له ويفسر له اللغة التي يأتي بها الخصم. وأن يتخذ درة للتأديب، عارفين الدرة اللي هي عصاه يؤدب بها. وأن يتخذ سجنا، يبقى في سجن كده حبس يسجن فيه الذين يمتنعون عن أداء الحق، ويعاقب فيه من يستوجب العقوبة. قالوا ويكون جلوسه في موضع فسيح، يعني موضع واسع، يعني إذا حضر فيه المتنازعون شملهم. وأن يكون هذا المكان بارز ظاهر للناس حتى يقصده الناس، ويعرفه كل من أراد أن يرفع إليه القضية، وإنه يكون مكان يعني مصون من الأذى، إن كان في حر يبقى مغلق، ويكون كمان في له سقف حماية له من الأمطار. طيب كلام ده كله يعني كلام جميل. ويكره أن يتخذ حاجبا، حاجب يعني ايه؟ يعني شخص يمنع الناس من الدخول عليه، لا حاجب له دونهم يعني دون الخصوم. ثم الخصوم هتخش عليك ازاي؟ الا اذا كان في وقت زحمة، يعني وقت ازدحم فيه الناس، يبقى يتخذ حاجب. يبقى الحاجب هنا عملية تنظيمية من اجل ان ينظم له دخول الناس، بسيطة يعني. لخبر من ولي من أمور الناس شيئا فاحتجب عنهم حجبه الله يوم القيامة. يا لطيف. فإن لم يجلس للحكم بأن كان في وقت خلواته، طب أنا مش قاعد بقى للحكم، خلاص الحكم بقى من كذا لكذا،
وانا عايز اختلي بنفسي، خلاص اتخذ حاكم، مفيش مانع، لان دي وقت راحتك، وقت دراستك. طب ده في زحمة، خلاص اتخذ حاجب حتى يمنع دخول الناس حتى تنتهي من القضية التي بين يديك. قال والبواب هو من يقعد بالباب. في حاجب اللي هو ده بيمنع الناس من الدخول، البواب ده بيبقى قاعد كده جنب الباب عشان الإحراز، ده مع الحرز الفلاني وده مع الحرز الفلاني، فبيبقى حاطه قدام الايه باب القاضي، وبيدخل على القاضي بالاستئذان، يعني لابد ان هو يدخل يستأذن الاول القاضي قبل ان يدخل مثل الحاجب. والبواب هو معطوف على لا وان ويكره لا لا حاجب لهم ويكره للقاضي ان يتخذ حاجبا، لا دي مستأنفة. أما من وظيفته ترتيب الخصوم، بيرتب الخصوم، يعني إيه؟ يعني بيساعد القاضي، تعال أنت هنا، أنت الخصم وأنت المدعى وأنت المدعى عليه وأنت اللي هتجلس هنا عشان القاضي يسمعك وأنت هنا، وعارف انت دورك الدور العاشر وانت دورك الدور الحداشر، واخد بالك؟ ده بيسموه بالنقيب، وده يعني قال علماؤنا قديما انه يستحب ان يتخذ. قالوا من الاداب ان يجلس على مرتفع، يجلس كده على كرسي مثل هذا الكرسي حتى ينظر الى الخصوم قاعدين كده. ده هيص، احنا احيانا كنا بنقعد ومعنا 15 نفر وقاعد تسمع لده وتسمع لده وتسمع لده وتسمع لده وتكتب اللي قاله ده وتكتب اللي قاله ده، يعني حدوته كبيره. قال وان يجلس على مرتفع كدكة حتى يسهل عليه ان ينظر الى الخصوم، وان يتميز عنهم بفراش، اعمى يعني يبقى ليه حاجه كده ليه، هو يجيب وساده معينه ويجيب فراش يجلس عليه حتى وإن كان مشهور بالزهد، ازهد بس في الموطن ده ما ينفعش، حتى وإن كان مشهور بالزهد والتواضع في هذا الموطن لا ينفع. ليه؟ حتى تهبك الخصوم، ده لو قعد في مكان كده في هيبة ووقار وقعد في مكان فخم الخصوم هترجع ورا، هتخاف منك، فإذا قلت عند ارتفاع الأصوات الصمت يصمت الجميع، لكن لو جاي لهم بحالة رسة ومتواضع في موطن لا يطلب فيه التواضع تبقى عبيط، في مواطن لا يطلب فيها التواضع منها هذه. وأن يستقبل القبلة، فين القبلة يا أولاد؟ يقولوا القبلة دي، خلاص يجلس في القبلة لأن القبلة أشرف المجالس وأعلاها. وألا يتكئ، ما يقعدش كده بقى كده اهو، لا اقعد كده كالاسد. وان يدعو عقب جلوسه بالتوفيق والتسديد، اول ما يجلس يا رب وفقني لما اقمتني فيه، يقول الكلمتين دول لان خطر، ده قاضيين فين؟ مش في كوالالمبور، قاضيين في النار وقاضي فين؟ قال والاولى ما روته ام سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. سيدنا الإمام النووي في كتاب الأذكار قال هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. قال ابن القاص وسمعت أن الشعبي كان يقوله إذا خرج إلى مجلس القضاء، الله، وهو مناسب، خلي بالك اقرأ كده، هو ده مناسب لمجلس القضاء، اللهم إني أعوذ بك
يعني بسم الله، يعني ايه؟ يعني اتبرك واستعين بالله، توكلت على الله. يعني تركت حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل. ده هو سبحان الله، ده هو في القضاء. أو أزل أو أزل، يزل في القضية، يضل وجه عن وجه الصواب في القضية. أظلم، يا يعني أنا لو حكمت الواحد ما كانش لي حق يبقى أنا كده ظلمته، ولو ما حكمتش الواحد لي حق يبقى أنا كده ظلمته. أو أجهل، ان انا كده يعني افتخر بنفسي بقى وانا ده انا القاضي. او يجهل علي، او يطلع واحد خصم قليل ادب يشتمني، وهكذا نقول في الافتاء. ويزيد فيه ايضا، او اعتدي، يطلع الخصم قليل الادب يقوم يضربه. يضرب القاضي ممكن، رأينا ما رأينا. أو القاضي يعني يتنرفز ويقوم يضرب الخصم. يعني كذلك، أو أعتدي أو يعتدى علي. اللهم أعني بالعلم. الله يطلب أن يعينه الله سبحانه وتعالى بالفهم السليم. وزينني بالحلم، وأسع صدرك للخصوم، ما يضايقش صدره يسمع. وأكرمني بالتقوى حتى لا أنطق إلا بالحق. الله، اللهم أمين. ولا أقضي إلا بالعدل. اللهم أمين. وهو بقى جاي المجلس يركب المرسيدس، بس ما كانش عندهم مرسيدس، الجمل يعني. ما هو الجمال دي يا اولاد كانت انفس اموال العرب، كانت هي المرسيدس البنز اللي عاملاها المانيا، واخد بالك؟ وان ياتي المجلس راكبا، ما يقولش لا بقى خلاص بقى وتواضعوا، لا، الخصم لو انت جيت ماشي والخصم جاي فخار، ما انت كده هتضيع القضيه. وأن يستعمل ما جرت به العادة من العمامة، يعني بس عمامة معتبرة، والطيلسان، دي طيلسان اهي، دي اسمها ايه؟ ولكن طيلسان مغربي. ويندب أن يسلم على الناس يمينا وشمالا، السلام عليكم والسلام عليكم، حتى لا يميز أحد. طيب جات له قضية هيعمل ايه؟ قال والله يستحب انه هو قبل ما يقضي فيها يشاور فيها الفقهاء والعلماء، يقول لهم انتوا رأيكم يا مشايخ القضية دي وصلت لكذا وكذا وكذا، ويسترشد برأيهم، لان ربنا سبحانه وتعالى قال وشاورهم في الامر. ده بيقول لمين؟ ده بيقول لسيدنا النبي. وسيدنا النبي محتاج مشورتنا؟ ده نحن ناقص العقل وناقص الإدراك عن عقله وعن إدراكه. فرأيك أنت يا من اتسمت بالنقص البشري وهو اتسم بالكمال الإنساني، رأيك أنت هيبقى أصعب من رأيه؟ ده ربنا يعني بيعلمنا على لسانه، وشاورهم في الأمر حتى نتعلم المشورة، فإحنا نستشير. ده هو يعني بيطيب خاطرك بالاستشارة. قال الحسن البصري، وهذا بقى الكلام يعني اللي صدر عن فقيه مخضرم، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستغنيا عنها، مشورتي يا مولانا وهو الوحي معه، مشورتي وهو عقله كامل وإدراكاته كاملة، لكنه أراد أن يعلمنا ذلك، ولكن أراد أن تكون سنة للحكام. طبعا هو القاضي القاضي
لما يشاور الفقهاء ده بيشاورهم في النوازل. أما المسألة اللي فيها نص أو إجماع أو قياس جلي لا تشاور فيها. طب مين هم الفقهاء دول؟ يعني في أي حد؟ لا، ده الفقهاء دول اللي هم المفتون، اللي هم فيهم مواصفات الإفتاء. يعني المرأة إذا كانت فيها مواصفات الإفتاء تدخل في المشورة، العبد كذلك، الفاسق كذلك، الجاهل كذلك. ولا يقعد للقضاء في المسجد، يعني يكره له ذلك، لأن المسجد ده مكان مصون عن المنازعات وعن ارتفاع الأصوات وعن القيل والقال وعن كثرة السؤال. المسجد ده مكان عالي القدر ينبغي أن يحفظ، ومجلس القضاء من عادته ومن شأنه اللغط، ده شأنه كده. وعلماؤنا أقاموا المظنة مقام المئنة، فخلاص ده شأن القضاء كده. طب افرض انه كان قاعد بيصلي، صلى بالناس القاضي، وسبحان الله حضرت قضية. ما خلي بالك القاضي ده كان بيقوم بهذا العمل رسالة، مش كان موظف في الدولة، لا دي رسالة، في أي مكان وردت قام بها. بعد ما صلى العشاء اتنين متنازعين كانوا موجودين في المسجد وعرضت عليه، يبقى دي اتفاقية، يعني اتفقت القضية حال وجوده في المسجد فلا بأس بأن يفصل فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا، اتفقت له قضية فقضى فيها في المسجد. وكذلك الخلفاء الراشدون اتفقت لهم بعض القضايا وهم في المسجد فقضوا فيها. وكذا إذا احتاج لجلوس فيه، يعني جالس في المسجد كده لعذر من مرض أو من مطر، في مطر بره ولا يستطيع أن يصل إلى مجلس قضائه فجلس في المسجد لأجل ذلك فيجوز ويقضي ولا بأس. طب افرض أنه هو جالس وكان مكروه الجلوس ومكروه القضاء وحكم بين الناس، هل ينفذ؟ نعم ينفذ الحكم. فإن جلس فيه مع الكراهة أو جلس فيه مع دون الكراهة، الاثنين بقى، منع الخصومة من الخوض فيه بالمخاصمة. انت فاكر ان الخصوم دول ما بيسكتوا؟ ده الغالب عليهم ان هم بيشتموا بعض وبيضربوا بعض، فيبقى في مخاصمة ومشاتمة. انتوا جالسين هتجلسوا في المسجد، ممنوع الخصام وممنوع الشتيمة. بقول لكم اهو بداية كده، يعني القاضي كده يديهم الوش، او يقول لهم طب تعالوا نقعد بره في خارج المسجد، ويحط واحد يدخل عليه الشهود ويخرج الشهود وهكذا. طيب انتهينا من القضية دي، ده كويس النهارده بسم الله ما شاء الله. قال ويسوي بين الخصمين في ثلاثة اشياء. هنا يتكلم يا اولاد على التسوية بين الخصوم، والتسوية بين الخصوم واجبة، ولذلك قال العلامة الخطيب وجوبا، يعني ويسوي بين الخصوم وجوبا، حتى وإن كان بعضهم أعلى قدرا من الآخر، بعضهم مجتهد من المجتهدين والآخر زبال من الزبالين، حتى وإن كان أعلاهم قدرا وأخفضهم قدرا، إلا إن الكل في ساحة القضاء متساوون في الحقوق، إلا إذا اختلفوا بالإسلام فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هكذا قال علماؤنا الشافعية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو فيما إذا اختلفوا في الديانة سيجعل للمسلم بعض تكريم بسبب دينه، لا في أصل القضية ولا في أصل الحكم ولا في أصل السماع ولا في أصل الشهود، وإنما في الإجلاس،
على ما سيأتي الكلام فيه في ثلاثة أشياء، والعلامة الخطيب يعني زادها إلى سبعة في المجلس يسوي بينهم في المجلس، فالتسوية بين الخصوم في المجلس واجبة. يجلسهما بين يديه، يقعدهم ما بين ايديه، أو واحد على اليمين وواحد على اليسار. طب والافضل؟ والافضل ان يجلسهما بين يديه، ده الاحسن، اجلسهم ما بين ايديه. بارك الله فيك ايها القاضي. طب موجود الموكل مع الوكيل، يعني انا وكلت خيري في ان يدافع عني في هذه الخصومة، وموجود الطرف الاخر، قال له ايضا الموكل ينبغي ايضا ان تجلسه كمجلس الوكيل، لانه قد يتوجه اليه الحالف. ولذلك قال ولا يرتفع الموكل عن الوكيل، ما تقعدش الموكل في مكان راق ومرتفع والوكيل يجلس ها في مكان الخصومة، لا، الاثنين زي بعض. ليه؟ لأن الدعوة ولأن القضية متعلقة بالموكل، ولأنه قد يتجه إليه الحلف فيحلف. والمعتمد وجوب رفع المسلم على ذمي في المجلس، حضر المسلم وحضر الذمي وبينهما خصومة. ماذا يصنع القاضي؟ يجلس المسلم في مكان مرتفع والذمي في مكان أنزل، لما روى البيهقي عن الشعبي قال خرج علي رضي الله تعالى عنه إلى السوق. راح كده بقى التصاور، ده خليفة المؤمنين، ده يعني الذي قال فيه رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها. فإذا هو بنصراني يبيع درعا، درع كده اللي بيتلبس ده كده في الحرب، لقاه النصراني بيبيعه، فقال النصراني الدرع ده بتاعي، ده أنا عارفه، ده أنا جاهدت بيه وحاربت بيه سنين. قال له طيب، لا ده بتاعي. قال له طب صل على النبي، أو قال له أيها الذمي هيا بنا إلى القاضي، هذه خصومة ونذهب أنا وأنت إلى القاضي، وهو خليفة المسلمين. فلما رأى القاضي عليا، ده رأى مين؟ رأى الخليفة، قام من مجلسه وأجلسه، كان قاعد على كرسي مثل هذا، قام القاضي شريح وأجلس سيدنا علي بن أبي طالب. فقال له سيدنا علي لو خصمي كان مسلم لجلست معه، لكن في حاجة اسمها إسلام، مسلم يعني بالإسلام، فكيف تسوي بين الإسلام وبين غير الإسلام؟ لا يجوز. لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تساووهم في المجالس مطلقا، في أي مجلس من المجالس لا تساووهم في المجالس، اقضي بيني وبينه، أنا معاك، أنت رفعتني من أجل إسلامي لا من أجل أنني الخليفة. ولذلك لو جاء أي أحد مسلم مع ذمي في المجلس سيجلس الذمي في المكان الذي يناسبه ويجلس المسلم في المكان الذي يناسبه، هذا في فقهنا المذهب الشافعي. فقال شريح ما تقول يا نصراني؟ ائتي ما عندك، أنت المدعى عليه. الإمام علي بن أبي طالب يدعي إن هذه الضرع له، جميل، والخصم يدعي أنها له. فقال
شريح لعلي: ما تقول يا نصراني؟ فقال النصراني: اللي انت ايه رأيك في اللي بيقوله سيدنا الامام علي بن ابي طالب؟ فانه يدعي ان الدرع له. قال له: يا امام، يا قاضي، الدرع درعي، ده ملكي. فقال شريح، شوف بقى الكلام الاكاديمي خلاص، مع ان ده مين؟ ده خليفة المسلمين. فقال له، قال لعلي: هل من بينة؟ معاك بينة؟ ايه ده؟ انت بتقول لي معاك بينة؟ لانك انت مدعي، وعلى المدعي البينة، واليمين على من انكر. فقال علي: صدق، صدق شريح. اول ما سمع ها وقعت في باله، ده اكاديمي، سيدنا علي مجتهد، فاول ما سمع قال ايه؟ لا، هو ده العلم، هو ده الضبط، ده الصح كده. اليمين على ايه؟ البينه على مين؟ على المدعي، وانا بدعي ان ده درعي. النصراني خلي بالك الدرع تحت يده، فهي له بحكم وضع اليد. سيدنا علي هو المدعي لان قوله يخالف الظاهر، لان قالوا كده المدعي هو الذي يخالف قوله الظاهر. فقال علي: صدق شريح، صدق في ان البينه على المدعي. فقال النصراني: اني اشهد ان هذه احكام الانبياء. لما شاف بقى أصبص النصراني ده كان عاقل، كان بيفهم، لم تحجبه المظاهر عن البواطن. يعني لو واحد بقى دلوقتي يقول لك بص اصل هو عشان مسلم قعده جنبه وانا عشان مش عارف والكلام بقى العبيط، لكن هو لم ينظر الى هذا، انما نظر الى الجوهر، جوهر القضيه، جوهر القضيه ان في حكم مبني على ادله عنده. اما صوره التحاكم هذه لا يؤبه اليها، لانها ليست هي يعني المعول عليها. قعدني هنا، قعدني فوق، قعدني على اللمبه، في اي مكان، بس اديني حقي، واخد بالك؟ فلما وجد انه بيقول لسيدنا علي: اديني الدليل بتاعك ان الدرع درعك، قال له: الله، ايه الجمال ده بتاعهم، ده امام وخليفه المسلمين، وبيقولوا اديني الحجه. البينه على مين؟ على المدعي. هات بقى يا عمنا بينه، اتنين شهود او كذا او كذا او كذا من البينات. فديت علم من خلالها الذمي النصراني ان هذا هو راي الانبياء. ايه بقى اللي حصل؟ ثم اسلم النصراني. يا سلام. ليه؟ لانه عرف ان هذه الاحكام جاء بها نبي، وانها مصدقه، وانها من عند الله. سيدنا علي بقى عمل ايه؟ فأعطاه الدرع. بس هو خلي بالك بقى، أعطاه الدرع، يبقى سيدنا علي أقام البينة. عندك إيه؟ أعطاه إيه؟ الدرع. يبقى سيدنا علي أتى بالبينة. إيه ده؟ خليفة المسلمين ويأتي بالبينة مثله مثل غيره في القضاء. فين؟ في المضمون، مش في صورة التحاكم. التحاكم دي لما رجع المسألة أخرى، قعد على كرسي، قعد على عرش، أهم حاجة إن النصراني أخذ حقه وهو أخذ حقه. فسيدنا علي بعد كده أعطاه الدرع. يا أخوانا القضية مش قضية دنيا، والله القضية قضية دين، واخد بالك؟ ومش تحكم. سيدنا الإمام علي بن أبي طالب لم يلزم هذا الرجل بدينه، إنما تركه واختياره. فأعطاه الدرع، خد يا عم الدرع، هي هدية مني ليك على إسلامك. وحمله على فرس عتيق،
وكمان يلا خد فرس وفرس سمين. الشعبي قال رأيت هذا النصراني اللي هو تابعي بقى، ما هو خلاص بقى تابعي مش جلس مع سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، ولعله كمان صاحبه وأخذ العلم عليه، لأن الشعب بيقول لك رأيته على هذه الفرس العتيقة يقاتل المشركين. إيه ده؟ شوف التحول ليه؟ لأنه يا أخوانا الناس ديت شعرت بصدق صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم لا ينازعون على دنيا إنما ينازعون على دين. الدرع خدها، وكانت الدرع دي كانت درع مباركة لهذا الرجل، وكانت سبب دخوله الإسلام وسبب لأنه جاهد في سبيل الله، ولعله قتل عليها كمان. ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، بيرتفع عن كل دين ولا يرتفع عليه دين، ويشبه أن يجري ذلك في سائر وجوه الإكرام. يعني كل وجه من وجوه الإكرام يفضل فيها المسلم على الذمي، حتى في التقديم في الدعوة. يعني مسلم مع مسلم وفي ذمية مع مسلم، لا داخل الأول مسلم مع المسلم ثم بعد ذلك أقت الذمية. طب افرض ان في ذمي وفي واحد مرتد، قال لا ارفع الذمي على المرتد لأن المرتد ده مهدور الدم، ولأن الذمي مصون الدم. والثاني من الأمور التي يجب التسوية فيها بين المتخاصمين اللفظ. عندكم اللفظ منهما، ده يتكلم وده يتكلم. لماذا؟ لئلا يكسر قلب أحدهما. لو خلى واحد يتكلم والتاني ما يتكلمش ده هيحصل فيه كسر للإيه؟ للخواطر وكسر للقلب. واللحظ يعني ينظر إليهما بمؤخرة العين معا، ينظر لهذا بمؤخرة عينه وهذا بمؤخرة عينه. أي ده اللحظ أهو، ده اللحاظ وده الموق. ويسوي بينهما في دخولهما عليه، يعني لا يقدم أحدهما قبل الآخر، الاتنين يخشوا من الباب معا. وأن يقوم إذا قام يقوم لهما معا، فلا يخص أحدهما بقيام دون الآخر. إن علم أنه في خصومة، يعني هما لو عارف إن هما داخلين في خصومة يسوي بينهما في القيام، هيقوم لده ويقوم لده. فإن لم يعلم، قام للشخص ده وما يعرفش انه داخل في خصوم، اول ما يعرف يقوم للشخص الاخر، او ان هو يقول له معلش انا ما اعرفش ان انت داخل في خصومة، انا بعتذر لك على عدم قيامي لك. واختار ابن ابي الدم من اصحابنا الشافعية وله كتاب كبير في القضاء، القيام لهما. قال لا ده يكره القيام لهما معا، وله كتاب اسمه أداب القضاء. أنا رأيت هذا الكتاب، كتاب ضخم مطبوع طبعا قديمة، اسمه أداب القضاء. إذا كان أحدهما ممن يقام له دون الآخر، يبقى حتى ولو كان هذا الذي يعني دخل عليه وهو ممن يقام له بأن كان وليا كان صالحا كان عالما وكان يقام له، لا تقم له حتى لا يتوهم أنه هناك تمييز، لأنه ربما يتوهم أن القيام ليس له، يعني ليس لعلمه وليس لتقواه وليس، وإنما هو يعني ترجيح لأحد الطرفين على الآخر. وكذلك يسوي بينهما
فيما إذا سلم عليه، ده سلم وده سلم، يرد على الاثنين. طب واحد سلم والتاني ما سلمش، ينتظر حتى يسلم الآخر، ما سلمش يسلم على اللي سلم. فإن سلم عليه أحدهما انتظر، ينتظر قليلا حتى يرد عليه، حتى يسلم عليه الآخر، أو يقول له سلم حتى أرد عليك، أو حتى أرد عليكما. والسابع في طلاقة الوجه، يعني يكون مبتسم للاثنين، مش يضحك مع واحد ويبقى عبوس مع الآخر. ويندب ألا يشتري ولا يبيع بنفسه، يبقى القاضي يتخذ وكيل غير معروف في البيع والشراء عشان نبقى على بينة، حتى لا يحابه، لأن ممكن حد يبقى عارف إن ده القاضي أو ده وكيل القاضي فيحابيه، يبيع له كيلو اللحمة اللي ب150 جنيه يبيعه له ب50 جنيه. فلما يأتي الراجل ده ويقع في خصومة ويدخل على القاضي ده اللي عمل له كيلو اللحمة بكام يا مولانا؟ ب100 جنيه، وهو كان بيتباع ب200 جنيه، قلبه هيميل. احنا بنحافظ على إرادة القاضي، بنحافظ على توجهات القاضي الشخصية حتى لا يميل في الحكم. وألا يكون له وكيل معروف، لأن لو كان لي وكيل معروف نفس الكلام هيحابيه، يقول لك ده وكيل القاضي. بيع لي كل اللحم، كيلو اللحمة ب150، بعوله ب75. طيب لو اتخذ وباع بنفسه واشترى بنفسه كره له ذلك مخافة أن يحصل هذا. طب اضطر بقى للمعاملة، ما عنديش وكيل، خلاص بيع انت بقى واشتري لي الحاجة، ولكن اضبط نفسك. ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله. هو ولي فين؟ والي على منطقة مثلا الحي السابع، يبقى لا يجوز أن يأخذ هدية من أهل الحي السابع الذي كان قاضيا عليهم، ولا يجوز، يعني يحرم أن يقبل الهدية حتى وإن كانت الهدية أقل القليل من أهل عمله، يعني من أهل المحلة التي يقضي لها، بأن كان من أهل محل ولايته وأهداها إليه في محل ولايته. يبقى إيه؟ هو من أهل السابع، يبقى هذا الرجل الذي يهدي من أهل السابع، والقاضي بيقضي لمين؟ لأهل السابع، يبقى حرام عليه أنه يقبل. أو الرجل دوت من أهل مثلا الثامن والقاضي في السابع، ودخل هذا الرجل من الثامن إلى السابع محمل بالهدية وأرسلها إلى القاضي في السابع، حرام. ليه؟ لأن كل ده ظاهر أنه هو من أجل القضاء، ظاهر أنه من أجل اشتراء، شراء الإرادة، من أجل المحاباة. وإحنا عايزين نصون إرادة القاضي من أجل، من أجل إيه؟ العدل والتسوية وعدم الميل، لأن الإسلام ده دين العدل يا أولاد. وكذا لو أهدى إليه من هو من غير محل ولايته في محل ولايته، قلناه بأن دخل بالهدية محل الولاية، يبقى هو من الثامن ودخل السابع من أجل أن يعطيه الهدية. يا راجل أنت جاي له السابع بتدي له الهدية طبعا عشان قاضي. قالوا فالشرط في التحريم ك
كون الإهداء في محل الولاية وأن يكون وإن لم يكن المهدي في ساكن في محل الولاية. يعني أنا ولي مثلا شخص قاضي على السابع والمهدي من غير أهل السابع ودخل أو أرسل إلى القاضي بهذه الأدية، حرام أن يقبلها. هذا كله في حق من لا خصومة له حاليا، ده حرام في حق مين؟ من لا خصومة له موجودة الآن أو ليست له خصومة متوقعة، وليس هذا الشخص لم تكن له عادة بالإهداء قبل ولاية القضاء فأتى بالهدية بعد القضاء، ماذا تشير هذه الهدية؟ تشير إلى المحاباة. جرد القاضي، قالوا الأولى للقاضي إن هو إذا قبل الهدية أن يثيب عليها، يعني خد 5000 يبعت 5 بهدية أخرى. ليه؟ حتى يكون القاضي أبعد عن التهمة. طب افرض أنا ليا خصومة حالية وبعت وأرسلت إلى القاضي هدية، حرم عليه أن يقبل تلك الهدية حتى ولو كان له عادة بقبول الهدية، لكن المدام ليك يعني خصومة حالية أو خصومة متوقعة يحرم على القاضي مطلقا أن يقبل الهدية، سواء كان ذلك القاضي يعني قبل منه هدية قبل ذلك أم لا. قال ومتى كان خلاص والضيافة لعادة أنه هو يضيف القاضي أو ملوش عادة، الضيافة مثل قبول الهدية والهبة والعارية، إن كانت مما تقابل بأجر فحكمها كحكم الهدية في كل التفاصيل السابقة، وإن لم تكن مما تقابل بأجر فليس حكمها كحكم قبول الهدية. هنا تكلم علماؤنا أيضا على الرشوة وما حكم الرشوة في القضاء وإلى آخره، ولكن نقف عند هذه الفقرة وهي فقرة الرشوة. عند فقرة يا مشايخ الرشوة،